السلام عليكم. عقيد جاسم الله. يا سيدي. حبيبي شلونك؟ الله يسلمك. مرتاح ان شاء الله. بعفوك. سلمك يا عيونك. تشرف بك. سلمك. مشكورين. عيوني بالخدمة. سلمك. نسويكم بس هاي الشمعة فشوف ليش فاضي. زينة ما اشي الاضاءة. هذا شو اسمه ناطر. والله وهي هدية بسيطة تستاهلون أكثر والله. الله يسلمك رحم الله والديك. تجي؟ يلا. يشرح لكم كل شيء يعني؟ اي براحتك. هاي سيارة الاطفال يعني سيارة الحريق اللي اسمع اسمع الحوادث اللي يصير حادث وهاي السيارة. ماشي هاي عمليات الاطفال الله يجزيكم الشر ان شاء الله. هاي سيارة الحريق. اما هاي السيارة هاي سيارة انقاذ اللي يصير حادث انقاذ يعني ناس مكسورين كل شيء بها معدات خاصة بالانقاذ. سيارة الإنقاذ. واضحة. شو تريدون يعني معدات بها للإنقاذ موجودة يعني حتى إذا أحد كرمون بالمنفاضة بسكتين ما أدري شنو عندنا أجهزة وعندنا كلها كاملة. هاي أهم سيارة الإنقاذ تحتوي يعني. شلون نبيعها؟ هاي للمرتفعات والبنايات العالية يعني مثلا متعدد الطوابق هذه العمارة شلون هسه احنا يعني بنايات عالية هذا هاي سيارة السنوكر هي اختصاص هاي البنايات هذا السنوكر على الأبواب وعلى الأبواب هاي الأبواب هاي السيارة سعر المي وهاي هم حوضية مال المي هي اللي يحب يدخل هاي احنا سلامتنا طبعا شيء كلش حلو هنا بيتوك ايه محميه كبيره يعني حلو يعني
على سيديتكم والله خلي خلي يلا تعالوا يلا يا حبيب ورحمة الله والديكم. حبيبي كابتن. سمع طيب.